سنترت الكره واضح بالتلفزيون، مباراه بالالوان، الازرق منتخب الكويت اللي هو طبعا اللون المعروف منتخب الكويت، والابيض اللي هو فريق صوفيا البلغاري اللي بيجي بدعوه من الاتحاد الكويتي استعداد لي طبعا اعداد الفريق. وبتشوفون ايضا اسماء كثيره جديده في منتخب الكويت، الاسماء دي طبعا جديده اللي هو اختيار الفريق النهائي للفريق اللي راح يمثل منتخب الكويت في دوره الالعاب الاسيويه. طيب اللعبه العنبري، والعنبري يلعبها عرضيه وتوصل ناحيه اليمين، يحاول يحصلها يبعدها ياخذها الفريق البلغاري، توصل جهه اليمين ثمانيه أليف، بيحصلها داش جوهر سليمان. عبد الله عيسى، حلوه منقوله من جوهر الى عبد الله عيسى، الكره الطويله اللي بتروح للاعب بتكون مضبوطه وملعوبه حلوه. فالح فلاح 14 لعبها ناحيه اليمين، حسين بيلعبها الى العصفور، العصفور بيلعبها عرضيه الى قدام حمد وحمد الى فالح فلاح غير سليم اوت اوت. هذه المباراه هاديه ما فيها شيء، هذه لحد الان كره بتنقل في النص ولا هجمه خطره امتحنا فيها حراس المرمى. كره خطره، جول جول جول، توني قاعد اقول ولا لعبه خطره امتحنا فيها حارس المرمى. بيحصلها اللاعب البلغاري، بيحصلها قدام الجول كرايته، وبيعدل نفسه قدام الجول، بيسجل الهدف الاولاني في مرمى منتخب الكويت سلافيا بلغاريا. وهذا اللاعب نشوف رغم اللي جاب الهدف، هذا اللاعب اللي جابه واضح بالصوره، عشرة فالي تيكوف، رقم عشرة تلعب العشر دقائق الأخيرة. هل انت شوط الأولاني واحد لصوفيا سلافيا صوفيا لا شيل الكويت طبعا ما حد عارف، أو اثنين أو تعادل. أليف جاكاروف، أليف حجاب شلاش اوت، رامي تماس، الكسندروف، أليف سريع لعبها عرضية نما طاح عبد الله عيسى، عبد الله عيسى نشيط في الدفاع، فالح فلاح، صالح العصفور، حسين الجطيلي، صالح العصفور طويل لاحد العنبري انما يقطعها المدافع براسه وهو واقف يلعبها على طول، توصل الى الكسندروف، جاكاروف بيلعبها قدام الى فالي تشكوف، تلعب الى تسفيشكوف، فاول. يكون مستوى ان شاء الله نوصل لمستوى ايضا مستويات مثل الارجنتين نتمنى طبعا. عبد القدوس ناحيه اليمين، في شيء الشوط الاولاني مضى 45، الكرات اللي بيلعبها عاديه، منتخب الكويت تفاهم ما في بينه لحد الان، اول مباراه تلعبها مجموعه جديده، تلعب كورنر 45 تقريبا نهايه الشوط الاولاني.
كورنر لمنتخب الكويت. لعبها العنبري، حارس مرمى بيلعبها يبعدها على طول. صفر، الحكم احمد المسفر معلن نهايه يطلع ولاني، ومنتخب الكويت الوطني بدر ابو عباس نزل وطلع حسين الجطيلي، نزل الحوطي وطلع صالح العصفور، وفالح فلاح ايضا طلع ونزل الزنجي.